إخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن سؤال بيطرحه كتير من الإخوة عليا على القناة، وهو إيه الفرق بين الداب وبين الماب؟ الداب وبين الماب الفرق بينهم إيه؟ في الحقيقة عشان أتكلم عن القصة دي ناخدها بالمرة بجميلة كده مع عنصر الفوسفور. لو اتطرقنا لعنصر الفوسفور هنعرف الفرق ما بين الداب وبين الماب، تمام؟ فعنصر الفوسفور اولا من العناصر الكبرى، وقلنا الكبرى عشان النبات بياخدها بكميات كبيرة، تمام؟ عنصر الفوسفور من العناصر الهامة جدا بالنسبة لك انت كمزارع، هام جدا بس في عملية التجذير ونمو الجذور بتاعة النباتات، مهم جدا في نقل الصفات الوراثية بالنسبة للنباتات اللي بنستخرج منها البذور عشان نزرعها تاني، مهم جدا الفوسفور في عمليات التزهير وعمليات نقل الطاقة داخل النبات، مهم جدا النبات، مهم جدا الفوسفور بالنسبة للنبات وخصوصا في المراحل الأولى، لأن النباتات الخضر عموما بتمتص ربع 50% من احتياجاتها للفوسفور في الربع الأول من حياة النبات، تمام؟ فبالتالي لازم تكون متوفرة، ومتوفر الفوسفور بكميات كبيرة تكون جاهزة أينما وجدها النبات يلاقيها، أينما طلبها النبات يلاقيها موجودة، تمام؟ الفوسفور زي ما قلنا بيمتص النبات على الصورة الأحادية. بالنسبة للفوسفور زي ما قلنا النيتروجين له مصادر، وزي ما هنقول برضو البوتاسيوم له مصادر بتاعته، هنقول برضو ان الفوسفور له المصادر الخاصة بيه. الفوسفور المصادر الخاصة بيه عندنا كميات كبيرة أو مصادر كتيرة ومتعددة للمالتي سورسز بالنسبة للفوسفور، وهي السوبر سينجل فوسفات، الفوسفات بتاعنا العادي ده هو، وعندنا الفوسفات التريبل، وعندنا حمض الفوسفريك، وعندنا اليوريا فوسفيت، وعندنا الماب، وعندنا الداب. في الحقيقة عندنا شوية حاجات هنتكلم على كل واحدة فيهم شوية. أول حاجة عندي السوبر فوسفات الأحادي، ولا الكالسيوم أورسو فوسفيت، أو السنجل سوبر فوسفيت زي ما تقول، كل دي مسميات للسوبر بتاعنا العادي اللي هو بيحتوي على B2O5 اللي هو خامس أكسيد الفوسفور. أنا كنت بقيس النيتروجين بنسبته بالنيتروجين N بس، هنا الفوسفور بنقيسه بحاجة باسمها اسمها خامس أكسيد الفوسفور B2O5. دي لما بنقول مثلا 15% بيحتوي السوبر فوسفات الأحادي على 15% B2O5 خامس أكسيد الفوسفور، تمام؟ طيب السوبر فوسفات الأحادي أو السنجل سوبر فوسفيت أو الكالسيوم أورسو فوسفيت كلها مسميات واحدة. ده بيصنعوه، بيجيبوا الصخر بتاع الفوسفيت من المناجم الموجودة في مصر، وبيبدأوا يعملوه بحامض الكبريتيك، بيعملوا بحامض الكبريتيك وبيستخرج منه الفوسفور اللي هو بيبقى 15% من 12 ل 15 ويوصل ل 16% في بعض الاحيان، وبيبقى دايما اللي هو اللون الرمادي اللي انتم بتشوفوه دهوت، وبيبقى دايما معاه الجبس الزراعي كمان داخل فيه، لان الكبريت ما بيقضيش على كل الشوايب اللي بتبقى موجوده في الصخر بتاع الفوسفات. طيب السوبر فوسفات الثلاثي ماشي اللي هو التريبل، ايه الفرق ما بينه وبين السوبر فوسفات العادي؟ التريبل او بيسموه السوبر المكرر، السوبر المكرر الفرق بينهم ايه؟ ده كانت فيه نسبة الفوسفور كانت نسبة البي تو او 5
في كانت 16 من 12 ونص ل 15 ل 16%، لا ده هو بتبقى الكمية فيه تقريبا قد ده ثلاث مرات، تقريبا بتوصل ل 44% بالنسبة لده. والسوبر فوسفات الأحادي بيعملوه باستخدام صخر الفوسفات وبيضيفوا له حمض كبريتيك، لا التريبل بيضيفوا له حمض فوسفوريك، بيضيفوا له حمض فوسفوريك وبالتالي بتزيد النسبة بتاعته خالص وبيبقى لا يحتوي على جبس زراعي. تمام. بعد كده عندي عندي حمض الفوسفوريك. حمض الفوسفوريك برضو بيجيبه باختصار شديد، بتبقى فيه نسبة البي تو او 5 من 55 في المصري، بتوصل ل 85% في السوبر الأردني والصيني، بتوصل فيه ل 85% نسبة البي تو او 5. ده بيصنعوه بإيه برضو؟ هو بيصنعوه بالصخر بتاع الفوسفات وبيضيفوا عليه بمزيد من حمض الكبريتيك، بيعملوا منه كده عجينة سسبنشن كده، عجينة العجينة ده هي بيسيبوها لحد ما بترسب والرايق بياخدوه منها، وإذا بتوصل فيه نسبة الفوسفور قلت ال 55% اللي هو بتاعنا المصري ده. تمام. البي تو او 5 بتاعه خامس أكسيد الفوسفور. تمام. طيب نيجي على الماب وعلى الداب. الماب والداب أحد مصادر الفوسفور. الداب الماب الأول بيحتوي على 12% من 11 ل 13% نيتروجين، ده الماب. طب الداب بيحتوي على نسبة 18% ممكن توصل ل 21% نيتروجين. تمام. طيب الفوسفور في الماب بيبقى قد ايه؟ بي تو او 5 بيبقى قد ايه؟ بيبقى حوالي 61%. تمام. في الثاني اللي هو الداب بيوصل ل 44 وممكن يوصل ل 53%. تمام. الماب اختصار لكلمة مونو أمونيوم فوسفات، يعني فوسفات أحادي الأمونيوم. تمام. الداب ده اختصار دي اي بي، اختصار لكلمة داي أمونيوم فوسفات واللي هو فوسفات ثنائي الأمونيوم. الفرق بينهم في التصنيع زي بعض، ده هو زي بعض بالظبط، بس في حاجة فرق بسيط واحد، ان هو بيجيب جزء من حمض الفوسفوريك ده في السماد الماب، بيجيب جزء من حمض الفوسفوريك ومع جزء بيتحد مع جزء من الامونيوم ال NH3. تمام. وبيطلع لي منهم الحمض، بيطلع لي منهم الماب. الداب اللي هو الداي امونيوم فوسفيت او فوسفات ثنائي الامونيوم، ده هو بيجيب 2 جزء امونيوم مع 1 جزء من حمض الفوسفوريك وبدخلهم مع بعض، وبالتالي بتبقى في الداب نسبة الازوت عالية شوية. بيمتازوا ايه دول عن الاولانيين؟ اولا الاذابة بتبقى عالية في الاسمدة الداب والماب، غير الاسمدة اللي هي السوبر فوسفات ان كان الاحادي او الثلاثي التريبل، بتبقى نسبة الفوسفور عالية. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين المميزات برضو بتاعت الاسمدة دي ان هي بتكون حامضية. تمام. كمان نتيجة لارتفاع نسبة البي تو او 5 او خامس اكسيد الفوسفور فيها، دي بيستخدموها في صناعة بقية الاسمدة المركبة واللي عايزين منها كمية كبيرة او تركيز عالي من عنصر الفوسفور، فبيضطروا ياخدوا من الماب ومن الداب. تمام. السوبر فوسفات والسنجل سوبر فوسفات والسوبر فوسفات التريبل او المكرر، دول الإذابة بتاعتهم بطيئة ولذلك احنا بنحطهم في الخدمة، ما ينفعش ابدا ان انا سميتهم في اجهزة او انظمة الري الحديثة زي الري بالتنقيط او الري بالرش، ما ينفعش، لا ان هم بيترسبوا والإذابة بتاعتهم قليلة، وكمان نسبة البي تو او 5 فيهم بتكون قليلة. تمام. اما الماب والداب وحمض الفوسفوريك دول بيستخدموا في اجهزه انظمه الري الحديثه زي
الري بالتنقيط والري بالرش، البطاطس بنجر السكر والحاجات اللي بتتزرع مكثفه ديت بيستخدموا فيها. غير كده كمان الداب والماب وحمض الفوسفوريك، لاحظ الاهميه بتاعتهم القصوى. احنا قلنا امونيوم مونو امونيوم فوسفيت وداي امونيوم فوسفيت، بيفكرك بايه؟ بيفكرك في الامونيوم، يعني بيبقى الى حد ما السماد ده هو حامضي، وبالتالي بيعمل لي عمليه انخفاض لرقم البي اتش، وبالتالي بييسر نفسه، وكذلك بييسر العناصر الغذائيه الاخرى زي عنصر الحديد وعنصر الفوسفات لو فيه موجود في التربه وفي صوره غير صالحه للنبات، فبيقدر الداي امونيوم فوسفيت والمون امونيوم فوسفيت نقدر نسمدهم عليه، نقدر نسمدهم بغرض ان انا اخفض البي اتش بتاعي شويه، وبالتالي يسر لي كتير من العناصر. اضف الى ذلك كمان بالنسبه لحاجه زي الاراضي الجيريه يا جماعه، واللي هي فيها حاجه في علم الاراضي بيسموها او علم الاسمده بيسموها استحاله الفوسفور، نتيجه ارتفاع نسبه عاليه في الاراضي الجيريه، احتوائها على نسبه عاليه من كربونات الكالسيوم واحتوائها على البي اتش العالي، وبالتالي بيتثبت الفوسفور في الصوره الثلاثيه ما بيقدرش النبات ياخده. اعتقد ان احنا لو سمدنا واستخدمنا الحمض الفوسفوريك في الاراضي دهيت بيكون كويس جدا جدا جدا، وكمان بيعمل لي على تخفيض رقم البي اتش، وبيعمل لي على تيسر الفوسفور في الاراضي الجيريه. دي كانت نبذه بسيطه بس ومختصره جدا جدا عن الاسمده الفوسفوريه وقصه الماب وقصه الداب. لسه لينا ان شاء الله باذن الله تعالى وقفه ثانيه مع الفوسفور، وقفة مطولة إن شاء الله، بس ديت يعني عشان بس اتعرضت للسؤال ده كتير، إيه الفرق بين الماب وبين الداب؟ فقلت بالمرة ناخد الفوسفور وناخد الدنيا من الأول كده نشوفها ماشية إزاي. شكرا لحضراتكم، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا بالكلمتين دول. شكرا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. أخوكم رجب الشبراوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده مركب الداب، ده مركب الداب جي اي بي 18 نيتروجين 46 فوسفور 0 بوتاسيوم، تمام. ده الداب، داب دي اي بي اختصارا لكلمه داي امونيوم فوسفيت، داي امونيوم فوسفيت، داي امونيوم فوسفيت. دي اي بي الدي اي داي، الدي رغم الداي، والاي امونيوم، والبي فوسفور، تمام. داب ثنائي فوسفات الامونيوم، تمام. اهو السماد يا جماعه، ده السماد الداب، اوكي، ده السماد الداب داي امونيوم. تعالى للماب، ام اي بي، ام اي بي، الام اختصار لكلمه مونو، ايه اختصار لكلمه امونيوم، البي فوسفور، ماشي، مون امونيوم فوسفات، احادي فوسفات الامونيوم 12 61 0 فوسفات احادي، احادي فوسفات الامونيوم او فوسفات احادي الامونيوم 12 11 61 0، تمام. هي دي القصه، ما فيه لون السماد دهوت يا جماعه، ماشي.